السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك. الحمد لله، الله يبارك فيك. احبكم في الله والله يا شيخنا. احبك الله والذي احببتنا له. ربنا يخليك لنا يا شيخ. ممكن اسال حضرتك سؤال بس يا شيخنا؟ ربنا يحفظك. اتفضل اتفضل. ربنا يخليك لنا يا شيخنا. انا شغال في بلدنا في السعوديه، زميلي اللي شغال معايا قال لي سالت الشيخ مصطفى عن سؤال، فسال حضرتك بعد اذنك يعني. اتفضل. هو زرت الدكتور الصدري اللي معايا، هو دكتور يا شيخنا شغاله يا دكتور تنسي، فامراه جت لها وقالت لها ان هي اختها وضعت وهي عايزه اي دواء ينبت لها بعد الولاده، فهي ادت لها دواء معين. ادت لها الدواء اللي بينبت بعد الولاده، هل شفنا عليه اسم لذلك ولا شيء؟ دواء ينظف بعد الولاده؟ بس هي مش متاكده يا شيخنا هل المراه دي صديقه ولا لا، قالت لها هاتي اختك عندنا هنا ونسالها. يعني نشوف حالتها، قالت لها والله قالت لها هي تعبانه في البيت مش تقدر تيجي. فقالت لها دواء عندنا اسمه مخرجين في الصيدليه، كتبت لها اسم الدواء يعني، ها على اسمك بذلك؟ لا، اذا بنت على انها صديقه لا اسم.